السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشخص اللي أمامكم ده يعني ده الصياد الماهر والخبير في مجال صيانة كافة المكنات، مكنات الصيد بمختلف مسمياتها ومختلف أنواعها، إبراهيم التمتام. إبراهيم التمتام يعني راجل خبير في صيانة كافة مكنات الصيد، ويعني أي زول أو أي عضو في الجروبات كلها، كل جروبات الصيد عنده مشكلة في أي مكنة من المكن، يعني ايا كان نوع ازبيرة متوفر عند اخونا ابراهيم التمتام، وهو يسلم عليكم ويديكم ارقام تلفونه. تفضل ابراهيم. أيها السادة الإخوة الكرام، نهنيكم بقدوم المكنات من اليابان عند الأخ ساجور، برجو الاتصال به. أما أنا إبراهيم مدني، بيقولوا لي إبراهيم التمتام، أصين جميع المكنات، حتى مكنات أنا قبل كده ما لقيتني قاعد أصينها، وهذا توفيق من رب العالمين. والأرقام بتاعتي طبعا كالآتي: 0925 83 854، 0925 83 854، الرقم الثاني: 0122 37 04، 0122 77 04، والرقم الثالث: 0922 39 61 1، 0922 39 61 1. إبراهيم التمتم، جزاك الله خير.